آله وصحبه ومن والاه وبعد الآباء الكرام الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن امتثالا لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله امتثالا لقول الله تبارك وتعالى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك بالدعوه الى الله تبارك وتعالى لانها من اشرف الامور اتينا الى هذه الاماكن والى غير هذه الاماكن كي ندعو الى الله تبارك وتعالى سائلين الله عز وجل ان يتقبل منا ومن كل من يخلص العباده لله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنهم العمل امين فان شاء الله نقف مع ايات من كتاب الله عز وجل وهي من سوره الصافات وهي مشهد من مشاهد يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني قالوا للذين اتبعوهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا المتبوعين قالوا قالوا اليوم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون هذه الآيات تبرهن ما يقوله المشركون بعضهم في بعض والذين اشركوا معهم والذين اشركوهم مع الله تبارك وتعالى تبين ما قالوا إلى أن قال الله تبارك وتعالى عنهم إنهم كانوا في نفس الآيات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ده السبب ادخلهم جهنم السبب ادخلهم جهنم هم وازواجهم ازواجهم يعني امثالهم واشباههم الناس اللي بيشبههم في الشرك وفي عباده غير الله لذلك غاية ما أدخلهم جهنم هو عدم فهمهم وعدم قبولهم للا إله إلا الله قال الله تبارك وتعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الله عز وجل عليهم وقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائقو العذاب الاليم فهم ما عملوا بلا اله الا الله وعليك ان تعلم ان هؤلاء المشركين الاتباع والمتبوعين كانوا يعرفون أن الله عز وجل خالقهم وأنه رازقهم وأنه محييهم ومميتهم ولكنهم ردوا لا إله إلا الله وهم يفهمونها ولكنهم لم يقبلوا بها وهذا يبين لك الفرق بين الرب والإله فالرب عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت والمدبر وهو نفسه الاله الاله يعني المعبود فهم قبلوا انه هو الرب المشركين قبلوا انه ربنا هو الرب الخالق الرازق والمحيي والمميت والمدبر ولم يقبلوا بأنه هو الإله الحق يعني ما دارين يصرف له العبادة له سبحانه وتعالى يعبد الله لكن يصرفون عبادات لغير الله وهذا هو الفهم الخطأ للا إله إلا الله لا إله إلا الله ما كلمة قال ليست كلمة قال فقط وإنما لا إله إلا الله هي أصل الدين وهي متضمنة أن كل العبادات كل العبادات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب صرفها لله عز وجل وحده لا شريك له الزول من يقول لا إله إلا الله معناه امور دي كلها لا يذهب إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله وإذا نزل به الضر ونزل به الضرر فلا يلجأ إلا لله ولا يتعلق إلا بالله وكل العبادات يصرفها لله عز وجل وحده لا شريك له ولو صرف منها عبادة واحدة من العبادات لغير الله فقد نقض لا إله إلا الله كما ينتقض الوضوء بالحدث الوضوء بينتقض بشنو بالحدث ولا إله إلا الله تنتقض بعبادة غير الله ولو للحظة تنتقض طوالي إسلامك ينتقض بعبادة غير الله تبارك وتعالى لذلك هذا هو هذا هو صراعنا صراعنا العلمي مع هؤلاء الصوفية وكلامنا فيهم ليس من الغيبة كما بينا هذا الكلام تكرارا ومرارا ليس من الغيبة كما قال الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين قال اعلم بأن القدح أو والقدح ليس بغيبة في ستة الإمام النووي قال في ستة أشياء القدح فيهم يعني الكلام فيهم بالغيبة قال هذا ليس من الغيبة قال متظلم المتظلم زول عنده مظلمة عنده مظلمة زول ظلموا وقام اغتاب الزول ظلموا ذي قال دي ما الإمام النووي متظلم ومعرف بعرف زول بشيل فيه أعرج أعمى دماغبه متظلم ومعرف ومحذر التحذير وده المقام حقنا التحذير هو تحذير المسلم ممن معه الشر من الشرك والبدع والمعاصي اسي الان الناس بيغتابوا في حياتهم العادية. في حياتهم العادية بيغتابوا بالتحذير، بيحذروا الناس صح؟ بيحذروهم لكن في الدين ما بيقبلوا. اسي الزول كان عنده طماطم كعبة ساي. في واحد قريبك جاي يشتري دار يشتري منه مشى عليه. انت طب تقبض قلت له تعال هنا. ما تشتري من الزول لا. ليه؟ طماطم ذي كعبه دي ما غيبه انت قال دي شنو؟ دي غيبه لكن الغيبه دي هل هي حرام؟ ما حرام لان الزول دي انت شنو؟ نصحته الزول ده انت نصحته مع اني اغتبت الزول لك لكن نصحته فهل الاولى بالاغتياب من يفسد الدين او من يفسد الطماطم؟ الاولى بالاغتياب منه بايع الطماطم الببيع الطماطم شفت عشان كده بتلقى الناس عندها تناقض لا يقبلون من التح... لا يقبلون التحذير ممن يلخبط في الدين ويقبلون التحذير ممن يلخبط في الدنيا الزور اللي بيلخبط في الدنيا بيقبلوا لك التحذير منه لكن ما بيقبلوا الكلام في من ينشر الشر وينشر الشرك باسم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا الزول البجاهر بالمعصية أنا سويت وزنيت والله المرة دي زنت بها والمرة دي ده عنده غيبة تغتابه ومجاهر فسقا ومستفتن بل بيستفتي عن زول معين بيستفتي العالم بيستفتي القاضي فيقول في له هذا الرجل كذا وكذا وكذا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر الزول طلب إنه من زول يعينه عشان يزيل شنو المنكر فغيبة من يفعل المنكر ويجاهر به هذا ليس من الغيبة كما ذكر الإمام النووي وكثير من الناس لا يعرف هذا كثير من الناس الكلام ده ما بيعرفوه بس مجرد ما قلت لهم البرعي ما يدعوه مع الله تبارك وتعالى ما تقول يا البرع تلحقني يقول لك لا 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 ما تغتاب الناس الزل ذاته كان قلت للناس الناس ما تنادي إسماعيل عليه السلام والله يزول يسألك ما في لا اسماعيل ما أغتبته انا اسي صح يعني الفرق شنو داك مغتاب ودا مغتاب الاثنين اغتبناهم قلنا ما ينادوا اسماعيل عليه السلام ما في زول يشتغل بك تقول ما تنادوا البرعي الناس كلها تقوم هل البرعي افضل من اسماعيل عليه السلام ام ماذا في شنو يعني في شنو في العقيده اسماعيل عليه السلام ما في عقيده ما في زول بنادو تحصل لقيت لك زول كاتب في في العربيه بورا يا اسماعيل الحقنا وفزعنا يعني يا نبي الله اسماعيل لقيت لك زول بنادي فيو ما في لكن بنادوا منو بنادو من فيهم العقائد اصحاب القباب والاضرحه ومن يطوفون بقبورهم سبحان الله زول ميت زول ميت يا ناس اكلوا الدود انتهى منه زمان زول يجي يطوف بقبره ابويا الشيخ تدينا وتسوي لنا وابويا الشيخ حسن وتحسونا الناس جايينك ودارين الصرف يا صرف ده علي صرف بتاع شنو يا زول انت موهوم دي عقائد فاسده موجوده موجوده في هذه البلاد اقرب مكان السوق الشعبي هنا اقرب محل البرهان هنا في السوق الشعبي ده بيسوي في شنو انت قايل ده ده قاعد تحت في الغبر ضارب ضارب تكييف ده ميت زمان امشي شوف العقائد اللي فيه شوف بعينك شوف بعينك الناس بيعتقدوا فيه كيف عقائد تخالف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا تكلمت انت وحذرت من الناس ذيل يقول لك هذول هوي اتتكلم يا دين النبي صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم جانب بالكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا انه نعبد الرميم ونعبد القبور ونعبد الاضرحه هل اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هل امرنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباده غير الله؟ هل هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان تعرف الناس فاهمين الاسلام بالقلبه فاهمين الاسلام بالقلبه نفسي المشركين زمان لما عارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولوا له ساحر وبيقولوا له مجنون وبيقولوا له شاعر وده كل ما فيه أنت أيها الداعية إلى التوحيد اليوم تجد أقل مما يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك وهابي خامسي سادسي جيت بدين جديد جيت بشنو ما عارف الكلام ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم سمع اقبح منه صلى الله عليه وسلم وصبر وأوذي في دين الله تبارك وتعالى وأوذي في التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد وأوذي في التوحيد قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التوحيد دين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد هو الإسلام والإسلام هو أصل الدين والتوحيد هو أصل الدين الإسلام ده أساس التوحيد أساسه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة ولو أن الإنسان صرف العبادة لغير الله وحج بيت الله واعتمر وصام وبر الوالدين وأنفق وفعل وفعل من الاعمال الصالحات فإنه عمله حابط ولا يقبل الله عز وجل منه ولا عمل قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد يعني أفرده بالعبادة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله براو ودي المحرقة الصوفية نحن شغلنا الله براو بس ما في زول تاني ما في الجنة الله براو الندى يا البرع لا الله براو يا المكاشفي لا الله براو يا رجال العلفون لا الله براو الله براو بس يا اخي ما، الناس ما بيخجلوا الصوفيه ما بيخجلوا يا اخي خلّ الله خلقك وخلق لك سمع وبصر وبطن وتحشي بطنك وتمشي تطلع العفن اللي في بطنك ده كله سواه والله في زول سواه معه جد سواه والله بعد ده يقول لك يا البرعي انت ما بتخجل تكفر بنعمه الله عليك وهذا هو الكفر بالنعمة ربنا أنعم عليك من راسك لإضنك أولادك بيتك أكلك شرابك عربيتك كله عمله الله عز وجل بعد يمشي للقبة يا شيخي والله كان ما كان وقعنا ما بتخجل ما بتخجل عليك الله الناس اللي من الله هؤلاء الناس لم يتأدبوا مع الله عز وجل لم يتادبوا مع الله عز وجل ونزاعنا معهم الاول ومشاكلنا معهم الاولى هو في التوحيد ثاني في البدع بعد التوحيد البدع الموالد وغير من البدع لكن نزاعنا معهم الاول نحن في العقيده وفي التوحيد فلما وقعوا في الشرك وقعوا في البدع ووقعوا في المعاصي لما وقعوا في الشرك وقعوا في البدع المولد بعد المولد بتلقى في زينة جوا المولد دي المعاصي شرك بدع معاصي زينة جوا المولد يقول لك محبة في الرسول محبة في الرسول الزنا تزني ويجي المولد يقول لك محبة في الرسول يا هزول.. انت بتخش عليه منو وفي ناس بيتفلسفوا يقول لك والله انا مشيت الخيمه سمعت كلام طيب يا هزول كلام طيب وين؟ أنت ما جايب خبر دي بدع المكان ده تجي وساي بدعة ده مكان بدع ما تمشي ما تمشي الناس ده بينشروا الشرك وفي كلام بيقولوه أنت ما بتفهموا ذاته في الكتب إن شاء الله أخونا مازن سيجي ورجله أنت ما بتفهموا يقول لك يا سلام والله كلام جميل ده شرك بالله يا أخي يقول لك انها بخطب عندهم ناس عندهم حلاقين كبيرة خلاص أنا ما أعرف بياكلوا شنو ذاته الواحد حلقومه قدر قدر الجردل إنا بخطب في البلاد نزيله يجرى لك خمسة حركات قل يا ولي الله إسماعيل داك يقول لك يا سلام والله كلام جميل يا أخ كده جيب هناي يا زولي يا أزول قوم قوم سوق أولادك ده لمش ناس مساكين ما عارف الدين ما عارفين من يبصرونهم بالدين ويحولون بيننا وبينهم ناس شفاته مجرمين بيحذروا من الدعاة ده انا ما تسمع له ولا؟ ده وهابي انت انا كان فيك في, في ناس ملكلكين طبعا في ناس عندهم لكلكه بيخليك ما تدعو الناس بيخليك شنو ما تتكلم توري الناس الحق وتوريهم الدين يصرفك عن ان تصل الى الناس ودين نحن برضو مشاكلنا معهم شوف الحق ده التوحيد فوق راس اي زول التوحيد ده فوق ونحن ما بنقف والله جد والله ما بنقف اصله ان شاء الله الا ان نموت ونسال الله ان نموت في طريق التوحيد وفي الدعوه الى الله نسال الله عز وجل ان نموت في عباده الله عز وجل وحده لا شريك له وان نكون داعين الى عباده الله عز وجل وحده لا شريك له هذا ما نرجوه من الله عز وجل وهو الذي عليه التكلان وهو الذي إليه المآل سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقدم شيخ محي الدين أنه في موضوع هيتكلم فيه وبعده إن شاء الله